فيش غيرك. ماشي، 5 جنيه 5 جنيه، وباخد منك الجنيه وفرحك يوم زواجك بايديا دول. يا رب يا فرح يسمع منك ربنا. يا رب يا اختي يا رب. باي. ممكن اتكلم لو سمحتي؟ اتكلم يا اخويا وانت صغير. خد. ايه ده مين؟ محمود كرداحي. انساك يا ولا، عامل ايه؟ انا قلت انك ستين يا فنانه. انساك ازاي؟ انساك يا حوده، انساك انت وسلامه الريجي اللي اكتشفتوا موهبتي وقدمتوني زمان في الفيلمين ثلاثه يعني. يا خساره، كان يجي منك بالجامد، بس انت اللي خلعتي وقلتي يا جواز. يلا بقى يا اخويا، كل واحد بياخد نصيبه. صوتك دبلان بس شكلك صابح. كل واحد وظروفه بقى يا اخويا. ايه طلقتي؟ انا برضو حد يطلقني، الله يرحمه ويحسن اليه. يا ربنا، اترملتي وانت لسه صغيره كده. الامر لله، بقى هنعمل ايه؟ ونعمه بالله، خلفتي؟ ما حصلش نصيب. احسن، بدل ما تبقي متعلقه من عرقوبك وفي اللي يجرجرك ويشدك لبعيد، ليكي وحشه والله يا فرح. وانت والله يا ولا لسه بتفكر تطلع مع كرداحي وتكسب المليون؟ هيجي يوم ويتحقق، يعني انا اقل من اللي كسبوها. انما ايه ده؟ ايه الشغلانه اللي ماشيه فيها دي؟ مش مهامك يا فنانه. مش قلنا لك يا اخويا كل واحد بياخد نصيبه؟ بس انت بقى ملكيش في الشقه ده انت برقبه التلات ارباع اللي شغالين معانا. كلامك حلو بس يا خساره، ما بقيناش نسمعك. ليه بس يا جميل؟ ما عطلكش بقى، اصلي مش فاضيه ورايا معاك. وديك بقى يا اخويا عرفت السك. هو ده الكلام. من بكره نقدر نزود الاسعار ونوصل سعر الكيلو ل6.45 وننزل كميه كبيره قوي في السوق. تقلقش، يومين ثلاثة هتتقش، بعد كده نتقل سنة على السوق وبعدين ننزل ونزود الأسعار كمان وكمان لحد ما نوصل للي احنا عاوزينه. يا سلام، سياسة برضو. الواحد مش عارف يعمل ايه في العيشة اللي احنا فيها دي. ايه يا عمتي بتكلمي روحك ليه؟ بنروح. تعالي. مالك شايل عبد القادر ليه يا عمتي؟ اسكتي، ما كناش هنشتغل بكره. يوه ازاي؟ ما فيش سكر، السكر خالص. لفيت عليه الدنيا كلها لقيته شاح. فين وفين بقى لما اتدبقت على 2 كيلو خدتهم بقى غاليين موت، مش زي ما احنا بنشتريه. بسيطه، احنا كمان من بكره نغلي سعر البسبوسه. هي كيمياء بس حرام، هي الناس ناقصه غلاوي. 5 ساق زيادة في حتة البسبوسة ليه حلوة؟ انت مش عايش في الدنيا ولا ايه يا حلو؟ السكر شح وسعره في الطالع. سبحان الله، هي ناقصة الحكومة مراهاش غير الغلابة تشد عليهم الأسعار في الرايحة والجاية. في ايه؟ في ايه يا اخويا؟ وتروح ايه اللي ما بيغلاش فيك يا بلد؟ بناكل عيش. السكر عمال يغلى وهو يا عيني في السلنكتي. صدق اللي قال، هم يضحك وهم يبكي. يا صبري، انت فين؟ في مطار بيروت يا باشا. عندك اخبار؟ عندي. مستر مهند وصل دقايق وهيكون معايا. طب هايل، جيبهولي بسرعه. تعالوا هنا على المكتب، اوعى توديه الاوتيل. انا مش هتحرك من هنا حتى لو وصلت الفجر. اوامرك يا باشا، مع السلامه. بتقولي ابراهيم رضوان هيخطب حياتي يا استاذ حسين؟ ايوه يا ست، هيتخطبوا. وعقبالك انت والانسه مي. انا عرفت يا استاذ حسين، بابا ادى كلمه لابن عمي واحتمال نتخطب على الشهر اللي جاي. الف الف مبروك يا انسه مي. يبقى ما فاضلش الا انت بقى. شد حيلك يا انسه ميسه. انسه ميسه ميسه. ها ايه سرحتي في ايه؟ لا، إذا كان الكلام على الخطوبة والجواز هيخلينا نسرح كده يبقى مفيش داعي منه أحسن. كفاية بقى، كفاية شكاية كتير. كفاية إيه؟ أنا عمري في حياتي ما شفت بنت مش عايزة تزوق لخطيبها اللي جاي تقدم لها. يا فرح، أنا ما بحبش المكياج أنا. وده مكياج؟ ده مكياج خفيف كده، تحليل بضاعة يعني، علشان إيه؟ الناس اللي هيجوا يخطبوكي دول ما يقولوش عليكي بشعة. بشعة؟ على فكرة بقى فرح، أنا ابنهم بيحبني على أي صورة وعايزني من غير مكياج. مش يا ست الواثقة، هاوديني أنا وخدوني على قد عقلي. ايه مالكم؟ الناس قاعده بره دلوقتي بقالهم كتير وانتوا هنا عماله تتعطلوا. ما يلا
قولي لها والنبي يا عمتي، امال لو بقى كنت كاشفه شعري وبستشفره وبكويه كده عملت فيه ايه اكتر من كده؟ كده؟ الحق عليا، يلا قومي اطلعي لهم زي ما انت كده وان شاء الله هيقولوا عليكم من الغوله. يا ماما يا ماما تعالي اقعدي مش كده. بس يا ودي اسكت. اهلا اهلا اهلا، ده انتوا منورينا ومشرفينا. الله يخليك. بسم الله ما شاء الله، الله هو اكبر زي القمر. انت عليكي ولا عليكي؟ الظاهر بقى العروسه مكسوفه. سيماهم على وجوههم باين عليها الخشه والصلاح. هي مين العروسه؟ حياه بنت اخويا اللي الكلام عليها. بسم الله ما شاء الله. قمر يا اخواتي، قمر قمر يا عيني. اتفضلي اتفضلي، تعالي يا حبيبتي، اتفضلي شاهد، اتفضلي تعالي تعالي يا فرح، اقعدي جنبي يا عيني، اقعدي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. فرح اختها الكبيره نصها التاني اللي ليها في الدنيا. اهلا وسهلا يا فرح يا قمر. انتي الله يخليك يا طنط. والدي الاستاذ رضوان عبد المعبود، استاذ اللغه العربيه والدين بمدارس الايمان الثانويه بنين. اهلا وسهلا يا عم. ودي بقى ستي والدتي اللي بقى لها شهر واكتر هتتجنن ونفسها تشوفك. اهلا وسهلا يا طنط. طنط ده ايه ده؟ انت تقولي لي يا ماما، ده شرف ليا. زي القمر وزي ما قال سي رضوان، سماهم على وجههم كده تبدو السماحه والقمر كده، القمر الحلوه دي. يا رب يتمم لهم بالخير، يا رب يكون جوازه الهنا يا رب. احنا تقريبا قلنا المفيد. احنا يا جماعه يسعدنا ويشرفنا نطلب ايد بنتكم حياه ابننا ابراهيم. يا سلام، واحنا نلاقي احلى ولا احسن منك يا استاذ؟ يبقى على خيره الله نقرا الفاتحه. نقراها؟ ما نقراهاش ليه؟ الا اذا كان حد فينا مش حافظها الله لا يقدر. بسم الله. انا الصمام جيبك يا مهند من اسطنبول، لانه بعرف انه ما في حدا بالعالم بيقدر ينفذ هي العمليه غيرك. سمعت عن مجد الوزاني قبل هيك، بس اللي سمعته عنه ان العمليه مش رح تكون سهله ابدا مستر مروان. هذا نحن بنعرفه كثير منيح، مفروغ منه، والباقي بقى عليك انت يا بطل. بعدين عمليه انقره كانت اصعب كثير، مع انه هيك انت رحت وجبت لنا دم المطلوب. لا يا مستر مروان، عمليه عدنان الفلسطيني كانت اسهل بكثير. شو يا مهند؟ حاسك بدك تعتذر عن العمليه؟ ولو شو هالحكي، كل اللي بدي اياه بس شويه وقت. وبتنفذ؟ اكيد. خلص خد وقتك، بس انتبه هاي المرة رح كون أنا وياك أقرب من بعض كتير. كيف يعني؟ يعني رح نكون على اتصال مباشر، أي شي رح تعمله رح أعرفه بنفس الوقت. بأمرك. بعدين ما تخاف، طالما العملية كبيرة فالمقابل كبير كتير. مجد الوزاني مسبب قلق كتير كبير لأصحابنا، بدهم يخلصوا منه بأي ثمن، حتى لو كان ملايين ملايين. اتفقنا؟ بأمرك. انتكه وغريبة قوي الجدع اللي اسمه مهند ده يا مروان. والله انت اللي بقيت اغرب يا طارق، تعمل لي السكه قياسة بين مصر وبيروت وبيروت ومصر. يا ابني الدنيا بقت صغيره خلاص، ده انا في ظرف ساعه ونص بالكتير بتلاقيني قدامك اكني نازل من مصر الجديده على 6 اكتوبر. وبعدين مالك يا مروان؟ ها